انت عايز ترند ولا مش عاوز ترند؟ هتقوله هو بيقول ايه على السوشيال ميديا. محمد علي خير لشيرين عبد الوهاب، استشيري جمهورك قبل ما تتجوزي. هو إيه كل ده بقى ان يعني؟ انا قائد رأي وبقول رأيي في حاجة، وان انا مسموع ولله الحمد او مقروء، هي شيرين والناس بتنقل يعني عني حاجة، يبقى انا كده غاوي ترند؟ يعني انت مش ده اسمه التأثير؟ يا انا ما اكتبه له تأثير. يعني ايه شيرين؟ شيرين عبد الوهاب مستنية لما ننصحها ونقول لها باستشيري جمهورك في الراجل اللي هتتجوزيه. أمام إنسانة طوال أسابيع متتالية كل يومين والتانية على فضائية، أنا اتطلقت، أنا اتجوزت، ضربني، عملني، هو في إيه؟ أنا متعود إن الفنانين الكبار صفحات الفن هي اللي بتنشر أخبارهم، يتقال عليه أغنية جديدة جاية، لحن جميل، كلمات، شيرين مطربة كبيرة، بس للأسف بتسيء لموهبتها. إيه اللي يدخل ده وغيرت الصورة الذهنية عند قطاع من المواطنين؟ بيبدو عتب ليها. يا شيرين خلي بالك من موهبتك، لكن كل يوم والتاني ما بقاش ورانا إلا شيرين وجوازها وطلاقها، يعني أوفر قوي. أنا طلعت شفت فنانين كبار ما كانش في حاجة بهذا الشكل. العمالقة اللي احنا عشناهم، وأنا أكبر منك في السن علشان تنبسطي على راسي من فوق. فشفنا عمالقة عبد الوهاب وام كلثوم، ما كانش في كل الحاجات دي. طيب فانا بقول لها يا شيرين قبل ما تتجوزي استشيري بقى. ما طب كل اذا يوم انا وافقت على كلامك مش هصادر عليه، بس ما تلومنيش ان في مواقع وجرايد بتنقل عني، واكون ان انا اكون مؤثر فيما اكتبه دي حاجه وحشه؟ يعني راجل عنده خبره 35 سنه في الاعلام ان ينقل عن صفحته شيء، يعني ده مش حاجه وحشه؟ نزلوا له الفيديو اللي بيتكلم الفيديو. فيه يا دل... يلا ده كان فيديو اتكلمت فيه عن شيرين صح؟ اه. بص الهاشتاج بقى اللي انت كنت كاتبه ايه؟ ايه؟ كاتب هاشتاج فضايح. ليه طالع تقول فضايح؟ انا بعتذر. ليه طالع تتكلم على الفضايح؟ فضايح؟ بس ده غالبا الادمن بتاع اليوتيوب، وانا بعتذر. هو الادمن ده حضرتك مش بتتابعه؟ يعني هو شاف البرنامج فعمل هاشتاج. خلاص بس يبقى أنا لو عديها طالما أعتذر. أنا هحترم إنك اعتذرت. فضايح خلاص، لأن ده مش أسلوبي يعني حتى. طبعا بس أنت شكلك أريا كتير، يعني ما كنتش عارف إنك متابعاني كده. هو أنا مش هقعد أحورك يا أستاذ خير، ما كنتش عارف إنك مذاكرة كده. هو أنا مش هقعد أحورك، ده إحنا قلنا كلمتين هنتكلم على مصر أفندي. لازم أندمك إنك تطلع تاني. طب أتمنى نرجع القناة بعد رمضان. طب هسألك سؤال تاني. ماشي، لو مشيت من القناة هنشتغل مع بعض في أي حاجة تانية؟ اه طبعا. تعالى معايا 90 دقيقة، أنا بعزمك على 90 دقيقة. على 90 دقيقة. خليها 100 دقيقة بقى أنا وأنت. يلا 100 دقيقة. والله حلوة تصدق؟ طب هسألك سؤال. اتفضلي. أنت يا أستاذ خير بتلوم الناس اللي بتطلع تتكلم عن الفضايح.